حنا كاينين في تيكي وين قدام تنويه اهليه محمد الدرفوفي. حنا المهم في واحد الوضع اللي هو شويه قاسح بالنسبه لنا كتلاميذ بسبب هاد الاضرابات اللي كنشوفوا دابا. بحال مثلا اليوم عندنا واحد ساعتين تاع الاضراب اللي موقفه لنا الحصص ديالنا التعليميه، وكاينين عاوتاني واحد هاد السيمانه مثلا كاين ثلاث ولا اربعه والخميس اللي قالوا غادي يكون فيهم شي اضرابات. المهم حنا غادي نترقبوا ونشوفوا شنو غادي يكون. والوضعيه ديالنا حنا راه من تقريبا البدايه تاع شهر 10 لاخر تاع شهر 9 ما كناش كنقراو وكيديروا لنا اضرابات كثار اللي موقفنا على الدراسه. دابا حنا في واحد المستوى اللي هو اشهادي الاخر الثانيه باك، يعني انه الاستاذ الا ما كملش معاك الدرس اللي انت واقف عليه وغيخصك تشد عليه واحد امتحان وواحد النقطه في الاخر العام اللي غادي تحدد المصير ديالك، ولكن هو ما كيديرش معاك الحصص. وكاين عاوتاني شو سميتو الدراري ديال الاولى بكالوريا اللي حتى هما النقطه ديالهم داخله في النقطه تاع الثانيه بكالوريا، حتى هما يتلاقاو مشكل كبير. مثلا انه كنتلاقاو النقطه تاع الجهوي كتساوي صفر كتساوي 25% ديال النقطه ديال البكالوريا، يعني الا كان التلميذ انت ما كديرش معاه واحد الحصص اللي غادي يهيئوا الامتحان الجهوي ديالو راه يقدر يخرج على راسه في البكالوريا. بالنسبه لي انا كنشوف بان الوزاره خاصها تشوف شي حل مع هاد الاساتذه، يبدلوا داك المشكل اللي غادي اللي لقاوه الاساتذه في النظام الاساسي باش حتى حنا ما نلقاوش مشكل في الاخر تاع السنه الدراسيه ديالنا ان شاء الله. حنا كاينين في مدرسه الدرفوفي حي تيكيوين الزيتون، هنايا كيديروا اضرابات. هاد الاضرابات هادو ما مزيانينش للتلاميذ ديالنا والمدارس الخاصه كيقراو، وحنا هنايا ما كنقراوش وكنبقاو هكا ندورو هنايا. خاص ضروري نلقاو شي حل باش نحيدوا هاد الشيء، والفروض راه جايين وحنا عندنا جهوي. هما قرينا ساعة بالصباح ويخرجونا ساعتين دابا ونقراو الساعة الأخرى، وراه كاينين كاع شي أساتذة كاع ما كيجيو، وراه حنا ما بيناش هاد الشيء، راه حنا اللي كنضيعو في الأخر. راه الأساتذة كيطالبوا على حقوقهم وحتى حقوقنا كيضيعوا معاهم. ما غاديش أنا كنظن محال واش غادي تعوض هاد الضياع ديال الزمن المدرسي. غادي إلا لقاو شي حل غادي تبدا القراية، ولكن غادي يزربوا لينا على الدروس وغادي يديروا لينا الفروض وحنا اللي غادي نضيعوا. ضروري خاص نلقاو شي حل باش ما نضيعوش في هاد المواد هادو اللي ضروري عندنا في الجهوي وشحال من حاجه. رساله للمسؤولين ديال الوزاره، انا كنقول ضروري خاصهم يلقاو شي حل باش حنا نقراو والاساتذه يخدموا، حيتاش راه حنا دابا ممشين وكنكونوا بحال هكا، راه كاينين بزاف ديال الناس كاينين في الزنقه. ضروري خاصنا نلقاو خاصهم يلقاو شي حل باش ندخلوا نقراو ما نجلسوش بحال هكا في الزنقه.